خزيان خبيوه بغداي وربت باغ بيو غنغ داي اخيتا من برست ام تنيتا توريتا اتلقى خرزه ديلا نا اديوم بت بايش مقرو والايقاروخن رابا ننقايا بريشايد اي كنوات الديلا بنايا جو من خمس ايا ما صنخ بريشايد بني امتن جو اقليمة كردستان العراق من قم تريوماني ميقرتا منى ياقو بداية دكتور مخلطة دكتور منى ياقو يولا خمقيبتا رابا ننقيتا جو بالصوب الجهان قلت باشام تلا إلى بلشانت أربت ببشامة وقدم دي لي برمير شانت أربت إنا بتبشخ هجية بتهاجخ الموهم زملا دكتور منى ياقو بتعزى خدي ابني امتي مغبة الدعم قيبتا قبل 15 دقيقة وبتضيرخ أموخن بتهاجخ أما أم دكتور منى ياقو من أنكاوا بوشن أمن طبعاً في البداية أشكر الحضور وأشكر جامعة جيهان على إتاحة هذه الفرصة وتحديداً دكتور صباح صبحي الذي وفر هذه الفرصة بالتنسيق مع جامعة جيهان. كنت أتمنى طبعاً إنه الوقت المتاح للحديث يكون أكثر من 20 دقيقة حتى نستطيع إيصال فكرتنا، مع هذا أتمنى إنه أكون موفقة في إيصال الفكرة. في البداية قبل ما ندخل في عمق الموضوع أتمنى إنه نتفق على مبدئين أساسيين. أولهم أني سأتحدث بدون رتوش، بدون مجاملة، لأن المجاملة برأيي لا تبني مجتمعا صحيا. الكثير من قادتنا تحديدا يجاملون الإقليم، لكني أشعر بأنهم لا يمثلونني. أنا كمواطنة ليست لي أي مصلحة في المدح، أنا موضوعية أكاديمية سوف أطرح الحقائق وأتمنى أن تحترم. هدفي من الصراحة هو النقد البناء، إنه لدينا مجموعة من العراقيل والأمور التي أعتبرها سلبية، هدفي أن أقوم المسار، أنه الآتي يكون أفضل مما ذهب. بالنسبة لحق تقرير المصير كقانونية في القانون الدولي، أكيد هو حق راسخ وموجود في ميثاق الأمم المتحدة، مشار إليه في المادتين 1 فقرة 2 والمادة 55، رغم بعض التفسيرات الضيقة التي تحصل لهذا الحق، إلا أنه أمر لا غبار عليه. لن أتحدث عن هذا الموضوع لأنه أشبع حديثا، ولأني أود أن أركز على قضية أنا كشعب كلدو آشوري مكون أساسي في الإقليم، ماذا يعني له حق تقرير المصير بالنسبة للإقليم. فإذا السؤال الكبير الذي أود أن أطرحه هو: ما هو شعوري كمواطنة آشورية تجاه فكرة أو تجاه الحديث عن إعلان الاستقلال؟ للإجابة عن هذا السؤال أود العودة قليلا إلى الوراء. سوف أعود إلى التاريخ الحديث السياسي الحديث وليس البعيد، يعني لنأخذ مثلا منذ ثورة أيلول. أيضا لدينا تجربة مع الإقليم، تجربة متميزة منذ 1991، هذه أيضا يجب أن نقف عندها للحديث عن إعلام الانفصال لكي نتوقع كيف سيؤول إليه الوضع بعد ما يعلن، إذا ما أعلن الإقليم كدولة مستقلة. إذا ما بدأنا من ثورة أيلول 1961، طبعا لا يخفى على أحد بأن شعبنا قد انخرط في مقاومة في ثورة أيلول، حتى أن أوائل شهداء ثورة أيلول كان بعضهم من المسيحيين مثل أثنييل الشليمون اللي كان من قرية برواري بالا، وأيضا لدينا العديد من الشهداء منهم هرمس ملك تشيكو وفرانسو الحريري. هؤلاء كانوا يتباهون دوما بقوميتهم الآشورية رغم انتمائهم إلى حزب كردي، لكنهم شاركوا في النضال كآشوريين. نحن كانت لدينا التضحيات كانت بحسب حجم شعبنا، هذا لا يقلل من قيمة هذه التضحية. أنت عددك بالملايين سوف يكون بالتأكيد
الضحايا أكثر بكثير من عددي أنا الذي كان في لنقل في 2003 مليون ونصف، واليوم هو للأسف الشديد بالآلاف. إذن الضحايا موجودين، المشاركة في المقاومة موجودة، لكن إلى أين وصلنا؟ النظام السابق، نظام صدام، حين كان يهجم على القرى ويمارس سياساته اللا إنسانية من حرق القرى وأيضا قصفها والترحيل القسري لسكانها، لم يكن يميز بين قرى يسكنها الأكراد وقرى أخرى يسكنها مسيحيين أو غيرهم. والدليل على ذلك أنه تم حرق قرانا في صبنا وقرانا في نهلة، مثلما تم حرق العشرات من القرى الكردية. بالنتيجة، نتيجة هذه المرحلة كانت أن حصل الأكراد على بيان 11 آذار وعلى ما عقب ذلك من الحكم الذاتي، لكن شعبنا كشعب له قضية لم يحصل على أي شيء، لم تثار حقوقنا القومية في أي مجال من هذه المجالات. حتى لو كان البعض قد استفاد بشكل فردي، هذا أنا لا أعده أبدا خدمة لقضيتنا نهائيا. نفس الأمر تكرر مع ثورة غولان. سوف لن أقف كثيرا عند هذه المرحلة حتى لا يستدركنا الوقت، سوف أبدأ من 1991 وحتى اللحظة. أصبحنا ركن أساسي في الجبهة الكردستانية التي تولت زمام الأمور بعد 1991 وما طرأ من تغييرات في الإقليم. خلال هذه الفترة حصلنا على جملة من الحقوق، من هذه الحقوق التمثيل البرلماني، التمثيل بمقعد في مجلس الوزراء، التعليم السرياني، الإعلام، الصحافة، وأيضا مديرية الثقافة السريانية. هذه حقوق نقر بها وهي واضحة ولا يمكن لأحد أن ينكرها، لكن هل هذه الحقوق متناسبة مع حجمنا كمكون له أكثر من 6000 سنة في هذا الإقليم؟ عمره أكثر من 6000 سنة؟ لنقم بمقارنة بسيطة يا إخوان بين حقوقنا في إقليم كردستان وحقوقنا في الحكومة الاتحادية في بغداد. كل هذه الأمور التي ذكرتها التي هي موجودة حاليا في الإقليم وكانت موجودة منذ 91 هي موجودة أيضا في الحكومة الاتحادية. إذن نفس الوضع، لا تمييز، لا، أحيانا ربما الوضع في بغداد هو أفضل. مثال على ذلك أنه في بغداد لدينا مقعد وزاري، أما في الإقليم فمنذ 2014 ليس لدينا وزارة. هل هذا يرضي شركائنا الكرد؟ هنا أود أن أقف عند نقطة معينة، أن الكرد عانوا ما عانوا على يد نظام صدام حسين، لن أقول العرب حفاظا على الحساسيات من هذه المصطلحات. لذا الكرد باعتبارهم مظلومين، فأتمنى ألا يتحولوا إلى ظالمين، لأنه هذا غير مقبول، وأيضا هذا من غير الدارج عليه في المجتمعات، أن المظلوم عادة ما يشعر بما يشعر إليه زميله الآخر الذي يكون مظلوما مثله. لماذا أقول بأنه حقوقنا منقوصة؟ لماذا أتحدث بسلبية؟ أتحدث بسلبية بسبب غياب مبدأ واحد وهو مبدأ الشراكة الحقيقية. المشاركة موجودة يا إخوان ولا نستطيع إنكارها، لكن فرق شاسع بين المشاركة أن تأتي بالمسيحي والتركماني والإزيدي ليجمل الصورة ويكملها، وأن نكون شركاء حقيقيين لنا ما لك وعلينا ما عليك، تكون هناك مساواة بيننا وبينك باعتبارنا مكونات أساسية بغض النظر عن العدد. سوف أعطيكم بعض الأمثلة السريعة حول هذه النقطة، إني أقول أن مبدأ الشراكة الحقيقية غير موجود. النقطة الأولى، لدينا 5 مقاعد في البرلمان للمكون الكلدو آشوري ومقعد واحد للأرمن، يعني 6 مقاعد للمسيحيين. التلاعب في هذه المقاعد يبدأ منذ اللحظات الأولى للدعاية الانتخابية ويستمر طيلة مدة 4 سنوات، حيث يبقى هؤلاء البرلمانيين يمثلون شعبي لكنهم يعملون لأجندة أحزاب أخرى ولصالح قوميات أخرى. إذن
الحقوق تعطى لنا في الإعلام وفي أمام الملأ، ولكن في الحقيقة من المستفيد؟ المستفيد لسنا نحن. أنا لا أقول 6 مقاعد لا تمثلنا، لا، هناك تلاعب يصل أحيانا إلى عدد معين من المقاعد، بحيث أنها أحيانا تقسم مناصفة بيننا وبين الأحزاب الأخرى. ليس كل مسيحي يكون له مقعد في البرلمان يمثلني. أحيانا في بعض القضايا ربما الكردي المسلم يخدمني أكثر كفكرة أتحدث وليس من أبعاد أخرى، يخدمني في قضايا إنسانية حقوقية كحقوق سياسية وما إلى ذلك. لهذا أؤكد على هذه النقطة، عدم التلاعب بمقاعد الشعب. نقطة أخرى، في كل الدول وحتى في القانون غالبا ما نتحدث عن العرف، الأعراف يجب أن تحترم، خاصة ونحن في الإقليم ليس لدينا دستور نرتكس إليه، فالقوة الكبرى تبقى للعرف. بحسب الأعراف منذ الكابينة الوزارية الأولى التي تشكلت في الإقليم كان هناك مقعد لوزير مسيحي. أين هذا المقعد؟ ماذا حل به؟ لماذا غاب الوزير المسيحي؟ أخشى أن يتحول هذا الغياب إلى عرف، أخشى أن تأتي الكابينة الجديدة والتي بعدها وليس لدينا وزير، إذن نحن في حالة تراجع. أحيانا يعطى لنا مقعد أو ممثل معين في مكان معين. أعطيكم مثال، مفوضية الانتخابات يفترض أن أحد الكراسي هو للمسيحيين، لكن من هو هذا المسيحي؟ المسيحي تم اختياره من قبل PUK، هم الذين اختاروا هذا الشخص. نحن نكن لهذا الشخص كل الاحترام ولا نتحدث عنه بصفة شخصية، وهو له مؤهلات دكتوراه في القانون، لكن لماذا لم يختاره شعبنا؟ لماذا لم تتفق عليه أحزابنا؟ هل نحن قاصرين حتى يكون علينا وصي والوصي هو الذي يختار الممثلين؟ ما الفائدة إذا كان هناك مسيحي لكنه مفرض علي فرضاً أنه أيضاً أقول لا يمثلنا؟ بالنسبة لمناهج التعليم، في مناهج التعليم هناك تهميش واضح في مادة التاريخ. يعني لو قرأتم مادة التاريخ في الصفوف المتوسطة والإعدادية سوف لن تجدوا أي حديث عن الحضارات التي عاشت في المنطقة والتي عاشت في العراق عموما. لا أجد نفسي أنا كآشورية أو كبابلية أو كسريانية في كتب التاريخ. إذن أين سأقرأ تاريخي إن كنت لا أقرأه على أرضي على وطني؟ لماذا في دول العالم هناك مواد خاصة بهذا التاريخ والعالم كله يفتخر به، بينما هنا لا أجد حديثا عنه؟ وهل تعلمون بأن الاتفاقيات الدولية تفرض على الدول أنه يكون هناك ذكر ويكون هناك معلومات عن كل القوميات الموجودة والحضارات الموجودة في أي دولة؟ نقطة أخرى في مناهج التعليم، الصورة النمطية. ما معنى الصورة النمطية؟ معناها أني لو فتحت جميع كتب التربية وزارة التربية لن أجد اسم آشور ولا اسم نهرين ولا اسم شميران. هذا مما يؤدي إلى أن الكردي الموجود في منطقة لا يوجد فيها مسيحي سوف يستغرب جدا حين يسمع اسم أحد المسيحيين. لماذا؟ التعايش السلمي يبدأ منذ الابتدائية ومنذ العائلة، من العائلة، والمنهج الدراسي يلعب دورا كبيرا جدا في التعايش السلمي. على وزارة التربية ورغم تنويهاتنا المستمرة لهم بضرورة إعادة النظر في مناهج التربية أن يعيدوا النظر فعلا لكي يشعرون بأننا مواطنين درجة أولى، نحن لسنا منسيين في هذا البلد. نقطة أخرى، سمكو شيكاك الكرد يعتبرونه بطلا قوميا، أما نحن والكرد لا يمكن أن ينكروا هذا فنعتبره قاتلا لمار بنيامين شمعون حين دعاه للتفاوض معه حول بعض الأمور الكردية الآشورية وقتله غدرا. احتراما لشعورنا وإقرارا بالحقائق التي مام جلال الطلباني بنفسه كتب عنها بأن سمكو شيكاك اقترف جريمة بحق الآشوريين، كان يجب أنه لا يذكر اسم هذا الشخص كبطل قومي في منهج دراسي يقرأه أولادنا في المدارس.
حتى إنه في كل عام عندما يستلم أحد أولادي الكتب يصل إلى هذه الصفحة وأنا ووالده نمزق هذه الصفحة ولا نقبل أن يقرأها. لماذا؟ لأنه قتل رمز من رموز الدين المسيحي. لا يشرفني أن يدرس أولادي عن هذا الشخص، عن تاريخ هذا الشخص كبطل قومي. هناك بعض الأمور عليك أن تضع نفسك مكاني لتشعر بها، لكي لا تشعر بأني أتهجم أو بأني سلبية أو بأني أنتقد. لا، ضع نفسك مكاني وأحكم وسأرضى بحكمك. أمور أخرى، نأتي إلى التغيير الديموغرافي. التغيير الديموغرافي لدينا تغيير خفي ولدينا تغيير علني. التغيير العلني 57 قرية مسيحية فيها تغيير ديموغرافي. تقول لي كيف تثبتين ذلك؟ سوف أقول لك، لدينا ملف سلمناه، سلمه أعضاء البرلمان في البرلمان إلى رئاسة البرلمان وإلى رئاسة مجلس الوزراء، والسيد مسعود البرزاني بنفسه على اطلاع على هذا الملف. إذن تغيير علني. التغيير الخفي، أقول لك تعال انظر إلى عنكاوة. ماذا ستجد في عنكاوة؟ ستجد أن عشرات ومئات أو أكثر من البيوت تم بيعها للأكراد. هذه المنطقة ذات طابع مسيحي. هذه المنطقة أنت لست مخيراً في الحفاظ على خصوصيتها المسيحية، أنت ملزم بالدستور. المادة 23 ثالثاً باء تقول يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني، لكنك تحدث تغيير سكاني وعلى مرأة ومسمع السلطة، والسلطة صامتة ساكتة. طريقة اختيار الإدارات، الإدارات أيضا مدير ناحية مسيحي، لكن من يختاره؟ مدير بلديات مسيحي، لكن من يختاره؟ لدينا مشكلة والسلطات تعلم بها. الأسايش والشرطة، لن تجد مسيحي واحد في الأسايش والشرطة، رغم أن الدستور يؤكد على أنه يجب أن يكون لنا تمثيل في هذه الأماكن. هي المادة 9 أولا فقرة 1 من الدستور التي تؤكد أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يجب أن تكون موزعة على كل مكونات الشعب العراقي. سوف أتي إلى العلم والنشيد. العلم والنشيد في المادة 12 فقرة أولا من الدستور العراقي ماذا يقول؟ ينظم بقانون علم العراق ونشيده بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي. في الإقليم ومن خلال فترة عملي في لجنة الدستور يئست تماماً من أن ينص على نص مثل هذا في الإقليم. أنا أعلم بأنك تقدس هذا العلم وهذا النشيد وأنا أحترم جداً شعورك، ولكن ماذا عني؟ إن لم يكن لي علم في أرضي في وطني فأين سيكون لي علم؟ الحساسية من بعض المصطلحات مثل السكان الأصليين. يا أخي، السكان الأصليين الاتفاقيات الدولية تقول يجب أن يكونوا أقلية. لماذا حين أقول نحن سكان أصليين نثبت ذلك في الدساتير وما إلى ذلك ترفضون؟ أنتم الأكراد لستم أقلية، إذن كيف أقول الكرد أقلية؟ هناك معايير دولية يجب أن نرجع إليها. لدينا مشاكل عديدة على صعيد القوانين. للأسف الشديد كنت مشخصة كل هذه الأمور القانونية، لكن يبدو أن الوقت قد أدركنا. في النهاية أشير إلى ملاحظتين. أولا، السيد مسعود البرزاني ذكر في لقائه مع رؤساء الأحزاب بأن الدعم الذي يحصل عليه الإقليم هو من المجتمع الدولي، طبعا هو نتيجة الصورة الإيجابية للعيش المشترك. من هنا أنادي بضرورة إعادة النظر في العيش المشترك وتقويم مساره. العيش المشترك ليس شعار، العيش المشترك هو أن ترضى أنت وأرضى أنا، ليس فقط أن تحكم أنت. أخيرا، بالنسبة للموضوع الذي دعيت إليه، أنا كمواطنة في الإقليم منذ الولادة وحتى اليوم لا أحس بأي شعور تجاه إعلان الإقليم كدولة، وكأني لا أنتمي إلى هذا الطرح. لماذا؟ للأسباب التي ذكرتها. إلى الآن الأمر لم ينتهي، الأمر بيدكم. إن أردتم أن نتفاعل مع الموضوع فحاورونا، فاستمعوا إلينا. هذه أول مرة أنا أشارك في هذا الموضوع، وللأسف الوقت كان ضيق جدا بحيث لم نوصل ولو جزء بسيط من أفكارنا.
إن أردتم نتفاعل مع الموضوع وبحرية وبشفافية نتناقش حوله، وإن أردتم سوف نبقى ضيوفا نترقب الحدث من بعيد. في النهاية أشكركم وأعتذر لمن أزعجته صراحتي، ولكن ثقوا أن علينا أن نتحدث بصراحة. شكرا جزيلا. خزيان خبيوة بديار وغدق أخي تأموخن أمانيلا من عنكاوة من قربة أطرد بطنهرن دكتور يعني دكتورة منى ياقو بمارا وغشلام على رابطة رابع شينا سلام اللوخن وخبي وإيقاري وشلامي وكل خزيانة أي إم بي سات وكل فلاخذ ديا ساتلايت أويد بسم ترابا إيقار غداق أخي تقديا قد بتبقي واغ بأرخد برستوم تنيتا طريتا أمخ دكتورة من قم كما يماني يولخ مقيبتا مصنا بولتقيتا كت قدني متخد كما شنه قد أخذن إيوه وقربة أطرة الداد وراشا إيتنجو أقليما بريشايد بمصبط أرآتا هاقوياتا وزدقا إقدي مالخ جو 15 دقيقة إتمجد خيا جانخ بداية جرأة قد مقروالخ وأمتن بسبارة لدانا بالخاناني قد بسبارة وخ الله أن بداية وخ جبا شد آسا جاروبنا بكل خيلي أخمصيته و لقب غزايا خمطيتات ايتن بريشايد جو قليمة ملو اخت ات بوش هم زملخ بديو الى اختانخ قبل امتر بين مضيين قد ايوا دعتيت اقليمة واي كانوات امتن ات بخايا واختاما اما امت تانخ قرداية وبريشايد من خكمة اقليمة كيارجي ملو ادي اخي واوا واديم يوم بيخ باللي شانت جانن هل بد مقيبة خلال بشانت عربت مودي ونيشة دها مقيبة قد آتن ويدالخ بأرخد جانخ هل بد أي جامعة جيهان يونيفرسيتي جيهان اتوالو خامخ هادورين اغخالو مادا اغخا كونفرنس رابا قورا باري ارخد عربة اجا كتخا تيادي وانتينا هزرو قد يوي يعني مملة بدنا ملوء او ملوء ديو اوغورا الى اي ضبوطة اتلو قد هو اقليل تيشا دولة اجا تيدينا من كل ملات فريشة قم مني ايوة تركمان هم زومة بالدوا من دي اخشي تركمان وقردايا اخنن وقردايا وهتخا خشلي أنا أخا أكاديمية هلبت خشتن لبي وجبة بنخيط إلى جامعة أو إلى كونفرانس أكاديمي أجا نيش الدي هلبت أنا خميل الله يبدأ من دي يعني أنا ماري وقالي بنخطة إنه أنا بكسخن وأنا بأذن ميري قالوا لا أنا رابخ ميلتن بدأ من دي قد أنا هم ما شفني قد ممطيان رأياني قد أتخ قربهم إنظار فات الفاتة وأمرخ مودي بيخ وقمولي خرازي وقمولي خراها بلكي إطرابة فرميلا بلكي إطرابة إتمنديان اللي يديلو إجت أخني همزم خدخة بجليوتا بيد ممو إتلن مولك إجا قم هادخ خشلي قد ممطيان أي أجرت الديدي أوبين ضانا رابا كريتة وهل بد أنه زرت المديانة رابا بشريخة من هدخة من دن مديانة إنه زرت شم الدواء أقليمة قتينا ماري كردستان قتينا تايا باشوقي أول شمة ورابا بإشكارة قد فوانة تينا قراوي بنونة جو كلاس خمسة ابتدائية إقارة يعني يالا سورة أو مرديدة الصشنة إلى قالة درسة قد قاريلة كردستان إلى أرقة قرداي في وين حتى بتصير قريت الديدن كتوان الديدن ترجمينا بالدوا من دي أجئت لنا رابة نقذة قد رابة لازم أتوخ مزالة يعني فربية خاوخينا ومغزخ قمول إخرازي أخي مختين ماردانا كريتي ورابة وهم ويوالا خدت مغزيتا انه اني جامعة انا يونيفرسي لو انا ويرتن جو دوا ملوءة خدت يعني شوري والو رشلي قتلين رهط يعني قم هذا خمير قالي بياجخ خمسة دقيقة وبي وخاتم والا
أخ تشكير على مضيلي يعني بقوب مصر أمرا خلني من دور بيان أمرا نوع أخنا زيد مجد رشل بداوة من دي قد جربون قد مكليلة ضانت هم زمتخ بغي مكري ولا خلط غزيلان أرخت ميكروفون الشيخ لابتو مديان قد غزيلان على رز رشلان بيو بدار لا رزيوتا بي هم زمتخ إنا كنت أخد هويا مكوبة خيشة قدية بكل خد جرأة هم زمالة خم زمتخ يوالا قدية تخمنتت أمتن آئلة ريالتي بالإنجلس سنخلا واقعت أمتن إلى جو قليمة بداية وقت متخد كماشنه تانخ لا رابرقة بشارك من قطية من أتويلة فلاي زون وبريلة برلمان إقليمة قبل حول الهدامة تاما وبغزاية وقت شد آسن ما سمخ قبا لا رابا كله باصورة مني جربنا الهقيات الزدقت أرآتا يويلة بأرخة قانوناية جو إقليمة ينبي أرخد قبة ينبي أرخد محكمة تانخلا ينبي أرخد لويرز مدياني زبط أرآتا ومتواتا هل إديوم يوما متخدنك ما شنه لوخ بغزايا وبخبلاطة باسيمة من جيب إقليمة يعني كلها قوياته مزبطياته إينا من مارد بتواته ومن مارد أرآته إينا بيتايا لقو بديانتا هماشا بياشلا درق قلت أم تديان يعني درق الدوبر صوبتي لبنونة أم تن ليلة مطايئها قو تديو ما صنخ بخالة لها قو تديو ورادق زي من يقرأ مدبران إقليمة مسعود برزاني رابا قولة يولى واتن زي قوهم زمدق متخرالخ يعني هل إديوم يوما ليوغ بغزايا آها بلاطة بسيمة وبخا نغزا يولون قديا قد ما استمرخ دولوايا باوروتا بيه قد شقل يوي منن قد خيق بشلامة تاما داخل تنقشو قل دامن دي هل بس قلت باشنطة إلى رابا قد أنا رابا جي هم زمن منه يأمر لش يكون أي هميوسة في إيد بيلا وبيلوخ تلقى طب إنت لقلا قالوك خيوت النضالة يعني ليلة أنا أخني مجبر أي أرأني لليش وقخ لو أختم وإتن مارا ولا قملبا أو دخ دولته وأتخلخة وديمقراطية شو كنا نبرمخ إيضالة هاي وأودي باتت خيوته بالسلامة وكل الدنيا ولا هيورة أقليمة سفئيت اللخة مخيئاني الشمي يتنخى خيوته بس انت قدنا ماينورتي سينخى اللخة لا أخشي أخني قام هذا أي همانوتا أي أمرخ لا ثقة سئيت بينا وبينه يوم قيمة لاقي لقمو سبب وش قال مختيت مارا لا رابا قولة يعني قلت خاش أخني طلابة قمطرت برلمان طلابة قد أراتا تينا ضبطنا قلالة يعني قم طواطخي حمشي شو مطواطي شقليل أي ضبطن لا قانونيته وليلة بهيج فصلة يعني أخني قلمة لان قانونة أو من دي قارك فايش بحكمة محكمة لا في شيء أن أراتا قدرنا ناشيته بأن أراتا إن الدنيا ما رينا هي خخ جاي طالوطة لا أوب كورت يعني إجتي خاشة يقول لي لقت إنه أنا أراك دوب أنا تراي وجار في شيء مضر إذا قرار decision at ما في ديبيدي أنك ناس إنك إلى بليطة قد أنا أراك في شيء مضر أختي لنا مضور لخا إتنخا من بتليقة يعني إجت آسف البالد قانونة أنا مخاط ينقريسة قانون أمرانو خا إتلا قانونة منه أو قانون رقم 5-3-3-5 رابط إشكارة ماريلي دستور كونستيوشن إت عراق بأخني الخد وقليمة لسن كونستيوشن ماريلي أبنو رابط إشكارة إنه ليه هويا شوبة إتلا خصوصية ليه هو يا أتريق زي من لتخين زوني وزبني بشيفة لا دي عارف كيفش خميتة أي وطابع تقتل أي دكتة أختي إجتي خسايا بيخ أو من دي الأرى شقلخ منه يترانا لا كاما رابة زهمتي لبياشا لخ خيلة لتل قانونة لتل خيلة أختي إلى خبران السودانتي نبيش كتير قد مغزي دو دنيا كلها يعني من لا تخينة أخينا تاي اللخة الأطرة والبرلمان
أم بقناتهم زميلة منه أخني إثلاً أو قانون هي جوز إثلاً أو قانون بس أو قانون أنا متي وتران أشقلي مني قانون ليلة أختي خمدي كتوت ترابة سودانة بيخ خيلة قانون ليه بيخ أختي قانون لخ يعني لم بضايا يعني أخلا لخ أتخي الشوقخ من نسيانة بخزايا وخ قانون إيتن أختي الباتا الأختمت أخكتاوة للباتا الكتاوة رابا شابيرة لإقليمة إلى قدم قرطايوتا منتوية له وبخاشة الأقامة أخ أطرى بي هزر ريقانو هدور ريقانو قد باش أخ أطرى إن أخ وشياد الدوة كتاوة إلى خمدخينة بقراية قاوة يعني قطوصة يعني أب أخ ماري وخ أبخخ أرخى قانونيتا ليلة بشتمجي بديان هما شا برونة أمتر بشي لمقرمة جو كورت جو محكمة لخ مصبوطة لا قد إيتن شوطنا يوتا تاما تخيلت عشيرته أنا بوش بخكامنا الأم دي تيلي باش مغزيقة أموات خينة أموات تيوروبناية ينقى أمريكاية لد بخشاوة من دي تخيلتن هاي دوس هذا خيلة يعني ليه ما صخ أمرخ ليلة هذا خيلة أشيرته إلى خيلة رابو بش خيلة أنا من خيلة قانونة هرقم هذا خكمة بجاني خخ جاي زاروبة لقد ما تشكو أرخاتي خينة من دل أرخاتي تقن ما تشكو وتلخ راضي إبو يعني أنا خبسة مجاني لما راضي إبو ليدن الخينة في طلب لي من ملاي من ناشة توديت جانو قد فلطي مندي أمري قناشة ليه هو يخطي طيلة قد شقليت من الراتي تلين إجانا وخن يعني من دوا من دي مخبر موية قد خشنا موضوع لقد أن أراتي لين إجانا أختي لين مطاقة قد أعود خمندي طلابي لمن ناشت توديتا قد آني طلطي هذا قد ناشي مشمي إلو لخا إلي دليل خمندي أنه قانون إلي زب قدية دكتا قانون إلي زب أخا أخني خسارة هل بدي دوا مندي عشيرتي وعين خيلاني أو ماينورتي سهر يوم قيوم زبوني يعني أو خمدي واقعي للي ما أمر خليلها ما بشي منتي لا هل بد أشي بين مضين قبل أمتن دكتور منى ياقو بيشتوى قبيتها من قبل شت آسن من شت الدعوة هموني ون قد بتويا هم زمان ترشميتها قو قانون شت السايد إقليمة بي متي ولا الآن إذا لجرب لمسن قد متي أو قانون يندستور قانون شت السايد إقليمة دكتورة إيوا خامن داني برصوبة قد متي قانون شت السايد إقليمة لخا بقارة بتاية لدكتور غريشالخ جانخ ولو لخ منتي انت مخلطا لو لخ منتي انت لا بسبب بيولبانا لو لخ منتي انت من دم برصوبة قد ايو منخ قد ما تددن قانوني وخامن دن كتر قد ادم يو مخلن همزوم الخدية بدي ايو اني غريشالخ جانخ اني يعني انتانخ ان برصوبة ايو قانوناي هلا ايتن اشيرته بخكامة أبل دامن دي الدمبر صوبة قد لمسنا أخنا أمتن متخ قكب قانونة قد نطريها قيادة أمتن قدن قانون شت الساية هل إيتن إيتخ منتا تقاوزة قدن بر صوبة هل بد إيتن تخمنيات تريشة تريشة إيتن طرميلو يويلو حقوته إيتن طرمولو خينا أختي إيقد آتي قد يويلو حقوته بشالي وتخمني وليه ليه ويجيش من دي نخا بين أمرا قد يعني دوست إت أي تخمنتا إت تخمنتا مخبلا يعني تخمونينا أخ مخملت يعني من ناحية قومية مر أمرخ أخا ملت لنا يولا هقويتا مخبالا خينا أخا توديتا برشتا أخ كريستياني أبلخا خكمخينا لنا يولا قالا هقويتا أجي أول من دي هي موجود دينا أختي مشكلة قرط ديزا موديلا قد اجتينا جشوق ديا اجتينا همزومة منا لين همزومة أخا ملت قد تشقيت ديزا إلى بألاف شنة قدية أرى لا رأينا المنيانة ديزا منيانة سوريلة بوزبقينا شمانة بريشة جب بريشة ومخاينة الدوة من جرابة يعني أبو يومتين وقدية يونيفرسيتي
تريطلاطة بلشان قربتي وأهل بدلين بخشاوتي تنفرمية قمنوا مروا أختن كل مشاكل في إيد بيناتو خن إيلا بلشل دناي وآطوراي ليه لقناين أخني قنايو خنيلا قذرتن بيرتقالوا إن مريانا دوس موضيع قد إيد بينات المشاكل خمن مشاكل في إيتن مشكلة شمة وأخني مجبوري قد أن مشاكل كل بدرش خلو بحل يخلو لما شيتن وبختن إيد بيناتو خن مشاكل إذ يوبرلمان ديو خن كليالي إيد مشاكل بين جبوخن أجا يعني إيد مزيانة بس في مرابة إيد مزيانة جارك تذكرخ إلو قد دخي شار خشارك تتاوخ بش خلانة يعني قذخ بيتن اي ماسخ تويا لخا انطلاقه بشكل دوس انا اخ متخرق اني انا كتر انا جاونايت امتن اللي ماسخ انا خرايا شاريلو كتر الدين اتن صدقي هلن لتخشوا لو بتقبيتي موت لي انا كتر قبيتي اخ متخرق اني زي اتلون كتر ماسخ ما تخرقنن انا الباشمت على ميديا مديانا مكاسوين الدا كترا اتاني اتلون انا كود اختويا لابا خورك دوم لو الدي ام سب اخنا صيرو بدم لو الدي ام امتن اخنا قاريك بيشا امتن بيشا موريستا ومريزالا جانو قد لا دوقي مهانا يندوقي حجج قد امري بدانا مديانا من بالخيلة قديان قد اختوخ لوقين كترا من هذا القمصايا هاقوتي هلا لتخشيو بد كترا دي انا ماصن قاونايت بشارنا كترا دي الآتخ الخملو أرابا ننقايا دكتورة منى بغزايا واخ قبا وشت آسا بمدخلك ماشينك مدخليك وشو رايت خرزة لين وايا منتياني قد ما دخل دانا زدقت اتأخنا دي درشتن بيه هم زمنا بتقراته بتشئيته بل بيشتا متخرته جو قام قرات ديال السورة ملو اخينا رابط ايتن وبخا منه اقليمة اتمجد خسامة رابة قورة منه لو اخوية منتيانه من سبب ارخى بولتقاية ايتن طولتا بولتقاية ايتن قبوت هذا انا مديانا كلها بداية وخ اينا اختوخن اخ قانوناية اتنا اخ ايوات همونا ون ايوات لوير ليلا ان لاون غلطة يعني انا ليه فلخن اخ لوير اي منقرن قبل صوبه قال لوير اوكي يعني اطلق قريته اطلق ديته اطلق شهاده بتقانونايه لا لا هذا اوكي قاموله تجاروبه برصوب اخديخ قدا خقله اتقانونايه ومشت استت حكمه صنغره يا الناس اللي بدين لا يصير بتقبى لا يصير بولتقاية هاوي مدنيين هاوي مستقلين مديناية شت اسيتون خلابي اختوخن تاما وازيتون بداية ارخا قانونيتا وايضا تا ان بغزايا وخ قد جو قليمة ليلة من توية ما سيتون بولتيتون ودر قد ازغ جو برلمانت يوروب ينجو لابي يجو أمريكا أختوخن من تاما يجو أطرا أخنا لخا إلى خمدي برشت لبن أورن قدام لو أتلخا إن أختوخن ناش قانوناية ليب قرية بتقانون خيديتون قابيتون أود قابيتون قاوضة لخصعتا وما صدن درشيتون من أقليمة من كيارجي بدام لوا هي قمولة رابي أنا هما شهم زيتن باس دوا مندي قد أخلي سنيقي وخلهاتخا سنيقي وقمودي جيب اكلوا هل بتجرى وفليخ انا اختي ما في فلخي اختي جرب جيب بالكليل مطيه الدوشوي قد ساوي الخيمه من كل بنا اخواتي اخني اديو اتلن يعني اني وخيو مشي لتجرب قد بتاثي رخشه ام ثنايا يا المريض يخ ما زلت مخبني سن يا من بخينا اديو وتغزا بس من مول برايا لخرات مودينا برايا قوان وقريان مول برايا اتلن رابه رابه من يعني جارك تيشي دريشة ودريش تيشي دريشة بجدية يعني بخا من دي رابا دويس وتقبرة وكلها يأسوا دي هم ما شو إيجت هم زمن هم زمن أمرا أول من دي ليلة دي سبقيلة مخالف قانون رقم دي دي أختي ينخا انترناشنال دوكيومنتي لرقم دي دي أختي وهدخا لخا نيقة وخرابة الدواء من دي أختي بيانا ماني جميلة
ماني تقدري أو مندي يعني أنا لك هيك أرخى أخيت لي أو فيسبوك رابقت لبسن قد حاولنا خشوت آسة بدوة شمة وبريشائي قدمت لينا جزيزي يعني مخلات رابي دكتورة يعني هدية قطوسة مارد لم بضايا ماني بشاري لها أنا همون إن وإطلق رابة دي شعبية يعني من رابة ناس جنوا بضايا بوتكلياتخ بوتخمنياتخ أنا همون إن وإطلق رابة خرواتي قو أطرب جانو تاما قد أصلا آتن مصد قريتن مطت الله يعني أخرا هما شويتة لا بضايا ون يقرأ بتالي كل خيلة الخكمة برسوبة بالصبادة بخجبنتن ليلة ويا يقرأ الخشت آسة قورة أنا همون إن شقلت لآتنا يبقى سلطة وإطلق أنا همون إطلق خرواتي قانوناية ولا غير كاوي من بني أمتن أنا بخشاون إن خائلة خا محتدل وخائلة بضايا قانونة وهاوي شريرة قبرناشوتا يعني أبن هاوي قردايو أبن هاوي أرابايا أبن هاوي تركمنايا ما صار قدية سيطة وبالش الصدقة اخذ امتى ما شرشيتك واطرى يعني لينا شرط قركاي من بني امتن دوسن يلا رابا دوسي طالما جتوي بينا مني من لتي خينا انا من لتي سوره ما خي زيديه ما خكاكيه اتلي خروات اتلي انت انا مقريت اتلو اتلو شو تقافي ام بلاخن اخلوير طلي بينا مني قد ادخل اول مني اختي انا هما شي بين قد اخني جانا هاويلا خمندي وبر هذا مارس اختارينا من الصورة من ملتي خينة تاوغ بش خيلاني قانون هذي ست أنا إبرميا بالقانون أختي لا برميا بالبوليتكس لا برميا بالإيكونومي وسنيقي وخ كل أن اختصاصات تاويلا يخرش وتقاسة قد إيجتني لوايخة من دي هدية يوان مخطوصة دشت منوي بالزيارتة دشت منوي كيلا إنها يوالا خا شتقاسة هدخا كل أن اختصاصات جاوز أود وخا خدوراشا خمندي علمي أكاديمي قدم ما وجدنا حالات جدد شق اليوم النيوترانا ناشف شق اليوم النيوترانا بتاعي وأنا يقرد جانجو دي دكتا أختي أهم من هل هدية لين زي تخاقت هذا هاضر قدوة مندي بلكي بالصوفة رابة جوية أنا قد درشي أختي تلقامة وبخلي لين زي تعافي لقامة ربيت أول بخلطة أخذ أي أم بي سات أول كترة أول كترة إتلن إتمجد أمرنا أخنا زلخة جوجالوتا أي متبرسوب إتلم صياته هما شمارنا قديم بقرة منن يعني ليتم بقرة منن سو إن أخنا لبقرة منة أي زي هجت بدواقنا ليتم بقرة منن وأنا لهموني أطلب بقرة منه أو بتأتي لقامة جارك أختوخن جشقيتون دم برسوب بخشاويتون قد إلى خشيخة قد إتلي روخة أم تنيتا أنا هموني جارك أختوخن تقطيق النلطرة دكتورة همن أنا إن خاها مني أنا حاضرين تقطقا لأي خطرة وأنا هم شميرتن يعني أنا إن خا طالب مني خمندي قانوناي أنا حاضرين وحاضرين ويتا يعني إترابة يبتقى ويتن حاضر هماشا أختي زهنتي لقلي طا يعني بلكي شيلاني رابي ناقت لتلي إيه برا ناقت أنا مصير رح تنبرها تخمندي أختي من أخا مختين ما رب إرخت أي إن بيسات مارين قد أنا حاضرين وكيزا متاري أنا شي قد ما تخوضك خشوي لطبعين ميدالي أختي الخرابي بين ما تخرين خمندي قد أخني إن هرينا هات خشوي تآتا ميقى وخلي طارقا مرابة كترة من دلنا كترة إدخل خيد لن ميدالي أخني الخليها وجب تفلن وجب تفلن يعني علاقة بيناتن بلكي لها بصائل لا لخب تلخخ أخ ناشئ أكاديماي وليها ولنهجي صورة أدخل جبت تلخخ ميدالي وخلص بوتا إتن خلي شيئتن هر هذا أخني هما شتنيقي قد مدخ بالدية قصة قدوة internal community تخايا قاوة لأختي international community أنا لخبين أمرا إترابة قاوة خمزومي خكنا من ديانة أو تيلة كيوة مقداري تيلة أسرائي تشنخية مني والبياشة بياشة شوكينج أدوبة لمارة لأي مطمارة قاموزي شف إيراي ابن خملة تيو تخايا رهت بتوافي سوداني جداني تميزي عنكاوة بيون الخطوطة مليلة هوتيلات وأطمبين السوداني خشوي خيوطا رابة بالسنتيلة قام هذا سنيقي وقت أودخ كونتاكت من دوة إخايا مني قنضانة وبيجي أدخل شفناني خيني هرب يون الخطوطة
خشتن الخا انترناشنال اورجانيزيشن رابا قرطيلم شمالي امرني ميرتن خكنا نقضي قانوناي كل كتير كنا قالوا خميل والو رابا بدل من زيانه اختي ميرو قالي خامن دين ميرو اخني رابا اجوبخ بدل من زيانه تسعات مارو ميرو يعني انقارخ لو جيب الديوخ كله بامري مخديدخ ميري هي كله بامري مخديدي طب أنا من يقولك من قانوني يعني لن نزوم هذا خام زمت مرو أجوبك تينا ناشق هنا قيومة قمت بدي دوخن يعني لما رحت قيومة بلتقاء لا وبناشقين خيشنا قيرنا بتأهول جديدا لك أي خقرطة بتأهول جديدا هذا إيودا وبيجي تخأخني ماء وصوتة لمس أختي لخة جواية وبقم فرق بلكي تويالو خشكيته بدي هنزمت إخمار فما دخ إن ودنا خشوت آفة ويلة خبرا شاء لخة تبين خجر راب قورا لا أختي قمطرة إن أب جوايب لخة يعني أنا خشام تاخ من تياني أنا هم مجد بين أيام زمد أمرن ولا من قم مري سبرن برقتوا إن أتن ميرالة مجد لا خش بخك ما برسوبة قد ينتينا من جبة ينتينا برسوباية قد إنا خدية ومتينا بخايق هو قليمة أنا إنا أهنيانا برسوباية إتلون إنا خدية إنا إن أما كل نايت أخذ أمتا إتنا يعني إتنا ملوء قد بيلسيرة بت أمتا وهي يودة أمتا لا وخدية بيوت مجد أم إقارقة خكا برصوبة قد بخشاونا قد آنينا خدية ينخزمانو خديانا منايلة بينيسانة جو أقليمة إن ألدت باشامتا لا إن أورخ جو أمق التشعيدة جو أمق التاريخ أيضا بيطق أخنا بتآدخ البشارة جو شنت إنا بيتايا أنا تخموننا قد اعتيد قربة قجاني أختي لنا تخمون قد اعتيد رخقة قد أمتا كلي الأقل وضيرا الدوشو هو قاما يلبانو مردوتو وكلو أنا مديانة إخويشي قد أمتا أني تخمون لكش بدجاني إنا ميرالخ من قام دي يتمجد مرخ آني خيشي أنا خدي أنا يونا خشك لا شابيرة قدية قدية وشيت آسا وآي الأم دي مبشمانة اتبغزايا وقت أنا برسوبي مبلوخينا درقل أمتا ديا ولدت باشمتا لا إينا مربني أمتا هذا خيلا قلت باشمتا لا بتنجد رابيتا يعني إن آسا قدوم لو قريشالخ جانخ من دي صحت قانونا ينشت أستت قانونا شت السايد إقليما أقصى المنطق بنسيانك منك متخد كما ضانك تولخ وقملخ مني بخشاود بتقاتل شخلابة قد اعتيد بيوي موخة بتباش بتيخة ويوي هقيادة زد قد أماتك هنا قد هنا بخايق وقليمة دخبر ياشد هم من رابي أول من دي كلية لإلن أخني كمت جوجخ ويدخ إيكا جوجخ ويدخ مو أمرخ وإيمان جوجخ أنا بخشاون فيشي مجبر لا أخشي بكيفه أخشي فيشي مجبر قد يوي رابا من دينها قياته دينا أدي رابا في إشكارة ما رقالا كميت في أشاخ جين أوبن دينا في أشاخ مشنلي وبقاتي خمس جرابة ثانية لكسلو أو خبرة قد أمري لقالا وبين هو بد جخكا أختي أني ماناي وإلى خمس جخينا إلى الدوس ليلة أختي ما تخرت فأقم هذا خسنيقي وخسنيقي وخ مدخ برابة من دياني إيت من دياني بل كناشي خشويل السورة أختي هم من لين السورة أنا إيت من أواتي مثلا مصطلح تيرم في أمرخ indigenous people سكان البلاد الأصليين أنا كسلي إيلة خمن دي رابة أساسي قد أوى تيرم تايش كتيوة جو constitution إت إقليمة إين تايشي كتيوة قمودي قرداية وين أطلاشة قتلك توني قمودي أنا كسلم بلكي ليلة خمن دي هذا أن قاية قد كتواني بل كي إطرابة وتن رابة دوراشي من رابة برصوفة أمري قالي إجيلي كل دنيا يدى تخ إنديجنس كيبل كل دنيا يدى خمن ديلا وتاوي كتي ودو كونستيوشن أنا ما صن طلبا مني رابة هقوياتي كي نتيب إرخد إنترناشنال كونفينشنز عن خمدي خينال فإك رابة من دياتي
نيقخ قد تلخخ إلو وخمدي إيتندي أقليمة قد إترابة مشميتة لدن International Organization الرابة مشميتة يعني إيجد UN يعني خادك تخيتة أمر قاتو أو من دي هتخة للي هتخة إي مشمي يجوبي بخا بطلة صال أو بخنيب سعنا عيوتا بجماسخ تلخخ منه وبرمخ إيدال بخشاون أي بانة في لهدية كلية برلمان وثليتة أي لجنة كتوخوة لأوة قانون أساية إلى رابة صايقة أخني بلخخ لما نشخلا أخني إتلن مخمين دي أنا رابة جي أمرتني قد إيكالخ سترخ لي أودخيش من دي بجتاوي شويلة بجتمرخ لدانا قد أودخ خاوي الرنج شويلة وفيش خمين دي وفجأة تنطلتخ أمرخ ليل الصاي جارك أي دانا أخني مثل خخلة قمن دياني رابة صايقة دانت هوي كتوتا تاخ رابا راحت تاخ فليخ كتيخ وراح طيت بأورخ كده لجنة دكتورة بقارة خرايا وبيضان يعني لابنون نقوم مديان بول دقائم النخت مجد قانونا يوم تهم زملخ بوتها قيادة أمتن أنت تانخ كترا منبر يعني كترا قد اعتيد هلا بزيادة لي ولق بغزايا خبلاطة منه داخل قشوقة قد اعتيد قربا ينرخقا ما زغتانخ بدنا ملوئت متخريلخ بوت اي كانوت قريتا خمنا بشلق متخرتا قد اتمجت ويدا تراب مار جرأت قد اهم زمتت ميرالخ قد امد براتي ينبروني بقراينا تشعيتا وبغزاينا قد سمكو اخنا قومتان الى بيشا قرية خاين امد بطل ديباتت طربت كتاوة إيجاد قخلة ليه باش مقرية قبنونا أخنا ندي دخ ماسخ إن بيخانوخ زرابة رابة تنخ كريا بيش قلت تخشمة من كتاوة تشقيتا وأنا متخد كماشن تشالوشة من قبل شوت آسن واختوخن أخبر صوبة مديناي مستقلين ليه مصايب ما دخلخا الخقطة يعني يا ولان خنقزة خقطيتها قد مش مية ألان دخ بتوايا قد اعتيد الدامن دي دكتورة هم من رابي أنا هيوي هم ما شئت لي هيوي إتلي وأختي أمرا خامن بجارك أخني أخ جبة وأخ شتآسي وأخ فرصوفة أخ أكاديماية كتاوي كلا هاو خائدة وخلب بالت لشولة أو من دوا جبيله وأنا لين مني وأنا لين مقبلني وأي من دي منشغ باسة إديو إيوخ دوخا مشقلة رابة يعني أمرخلة بتعربي حساس رابة زهمة إديو مضبوطة بيدا إلى إيتوتا جدي دوا أقليمين أو أسرة في شامخ ينلخ في شامخ قامودي سب كل خمد ديارة للبارة يعني قام خا كما يرخي ودوالي خصيمي نورجو خا منظمة كالدو آشور لخجو عنكاوة متخري من مود بالغ ديارة البارة أنا أشتي وتاما ميرو رابا ديوتيت أختي لبن قم خلطت لي ميري أمو أودن أنا بين لبوتن لخالص أختي هم من أي أنا واقع قد نتني قاموخ إجا سنيق قد فلخ سنيق قد ناشي هنا فياشة دو أقليمين أو أطرق عراق هذه لخهيوي يدي قد إتبر خاصو جبه وناشف لاخينا قد ما يمندي الأوتوتا قد رابة من دياني هدي أنا من بعض قانون أخشي إيهم زمن إتلا رابة قانونة من شيء تتخمشي وقصة في وطليطة درق للديدا هل إديو أخني خاص خلي خلزوا بعض ذن قانونة كل بيشنا مختينا أنا بيشنا مختينا أم قانونة دينا خاص إطلاطة كل درق للديدا نينا قم هذا خناشة فيه ويليل فياشة أختي دانا ليلة ويرتا وهم شايت يعني داما وإيت الهيوي إن شدوز بيطالخ كليتا لكما بتخيدخ وكما بتايب الخانة ندوس وشاريخ وقالا هذا وتلف ديتا هرمخ أنا بين أمرا خمندي يعني أنا أويمتي هم زملي بسمكو هل بتخصيري رابة خرواتي يعني أنا أبدو بتصوبك الكولج جديدي في مقريا إكلي رابة خرواتي رابة قربينا مني كريبوا مني يعني يوم تريخي شوالي ميرو قالي آتي قموها تخهم زملك أو كسلا إلي خمندي يعني دخت خهم زملك قناش
وبقيتهم تريتا جو فيت وأيا ميري قالوا بس ميرني خبرتي هم زملي ديسي ولا لا ميرو هي ديسك ميري هي قبليت نخنقها وديس وأنا زدن أودن باسي قبليت نهكها هاته سموخن ميرو لا ميري أوكي هم عطريقي خابت خا مي قرتي هم مطلطن كل دنيا أمرا ليت خكمة صايمة خكمة إقليمة سقني أقوري لأخ ماينورتي أخ مقوى أخ كل خمندي إن شميطلق لها قياتي أوي ولق ترقالة ودلق بها تخا لا أنا أيضا طبطلطن قم كل دنيا وبلا زوجة طب أنا ما روخين خمندي تينا إشكارة يعني إجت مان جلالتي ورئيسة أطرة آمر أو إيلة خناشة ويدا جنخة دخي آكم تودت لخناشة أختي دورة وهر هذا غبط مني خينا إجتين طلابة قد أوى التغيير ديموغرافي إيه بطت أراثا لبيش أنا ليه همزومة تب إكلي عاطفة وبخاين قد أن أراثي أنا همزومة من كونستيتيوشن أكي جارك مي قرطلة أطرة فينا مادة أسري وطوان ما راح تخمن دي جارك لبهاي شوية فإتلن أخليها قوياتي إتلن نصوص قانونية ما تخمى تلخط له أخي مختين مارا شولا هل هدية إخذين الموريزة كنت خيارش قبل الجانة بيوي قد شعر خامندي خاتا وهم شا بخيلت آلها بتاوي لنهيوي قد هالان تويا بسباي كريشا ايت هدية سب إيلا خمش قلا خاتا قو إقليمة يعني دق من ديت دشت منوة وحر لخ إيتن خكم أهوالات لصباي تي لبرلمان كليتا جب الجانو إتلو مشاكل موضالك تاوي من دي خاتب تاوي إلكشن خاتب تاوي كابين وزراء خاتب سباري وقد تاوينا نقبخني من دي سباي وخاتب وبسيمة قمل لتم خيال تعلم رابط أخنا ادمجت لتن شكوتا بإقليمة يوانا خكمة هقوياتي بشيطة تانخلون بأمتقد بخانة طامة ادمجت براتوتنا إنا بأخنا همزومة وخ مديانة بولدقاية قد أمتن بيشا ميقرطة أخدا أمتا لا أخوي بيشتا سكن كلاس ين ناشت الدتري جو أقليمة يعني أخنا اديوم يوما مار لبن ورنجو بالدكس مجد منخ يعني أخنا ألا ديا لخز جيجو خا شوت آسا اتخكمة قد بني أمتن أون مرخوطة له التخشوبة يعني جو جيشت بشمارجا يعني التخشوبة جو خخكمة الدرغة الله يا جو خكمة هل دي لغبغ زايا ومندي هما شن الدين أبنتين القرية هما شن الشولانة لان يولا قدية مرخوقينا ينقرق مكتي من قبل الدية أنا من ديانا ملوء قد ناشب شيطة لان برياشة بيه أخشي بغزاينا قد برخشة لبتايلة بخيروتا وإيمة بقيامة لبتشاوة لقشوق للتلفزيون بخيروتا مارا أنا أي بسي أنا إتي أي خيروتا قو قليمة إنا أمتنائيد قوانائيد ليلة برياشة قد أمتن بولتقائيد اتمجد زد قد بياشة نشقيلة ولين يولي يعني هاقوتا إتلن بشقالوغ بهاقوياتت بخيلة أمتن إنا ألتت باشبنا لكي آر جي ليلة ولا إيها قوتة تشوت آسنت أمتن إلى لازم يولا قدية قلتت باشمت هلا دكتور هايت بسم ترابة قدانخ واتهيوي هايت منتينتا اتي صورة قد جمتلخ خورواتي خضروانخ أنا همون بالسنديلخ ورادخ زي إن قارك أوب شوت آسد ودر من أطرة قارك بيطلق برسوبة قد بنتلخ شوت آسة قانونية قد ماسك أزقة انترناشنال إن لخم صايا باشورة من قربة قارك أزق الأرقة انترناشنال الله بأرقة قانونية من خكمة أنت لا من يوروب وأنت لا من أمريكا هاويتون أختوخن قانونية قد أمتن سنيقة ماسي مقرويتون إلي وأنا همون بتهمني اللوخن بسبب أختوخن يتون برسوبة قانونية بتمشمي اللوخن خير على بيو أختم دكتور بسم ترابة قدانخ لأن قلت لك خمزم تباين قدام الخرايا من قم شغل خبشينا أوكي خمزمتي خرية سهل بس هما شئيلة قد خيلت آلها بتلخ خمير ضالي تابينا خكمة من دي استراتيجي قد
كلها وخمضاي واي برشتا بالشمه وبالقبه وبالمندي لا تيشا بريشايت لدوا مشقله بخجاوي بر هذا قتاوي لن هنزم ياك خينه بخيل آلها بقيون خبراني بسينه بشميت من ديا دكتور اخايا قاوة وهاوة بسيمة رابا بسم تاتن قدانا بسم ترابا بسم بسيمة اتحاول بسيمة بسم تا بنامتي مغبة ايوه دكتورة منى ياقو ايوه من عنكاوة اربل اك متخرن بنامتي مغبة يولا خمقيبتا برسوبيد ماستانا بولتقيتا جو بتصوبة جيهان متخرة دكتورة منى قامت خد هم زملة قامت خد 15 دقيقة بعد خجي بوزودا الكل خان نقزة أمتن بيشتلى بمتخد كما شن بدراشة الله تشقيط رابا شن ياريخنا إينا قديمانا قوم متخد 15 دقيقة ينخجي بوزودا أخذن أومن دي سنيقة وخ الله باي خمسة مقبود ديو إما بيتانا أماتي شد آسي جو قليمة لوخ بمارة لوخ درقلت إقليمة كل خير تأتل إقليمة كيارجيت كل خير تكون مطبية إن أخا ناشط مارت أرأى أتت تشقيتا قبت نهر كل نائد جارك بشي يولتها قوته وزدقه يعني أم دي بجبا صورة جو همزمياته قدية ما قيبته دكتورة منى مارت خا تشقيتا اخنا اتلن ليلة بياشي متخرتا جو ابخا كتابة تشقيتا دي لما قريه جو اقليمة واي لأم دي مبشمانة اتبغزايا وغياو انا التتباشمت الى الداني بارسوبي قد بقناينا خيوتي بارسوبيتا قد خدينا زوز شقيلنا من اقليمة يعني بخورك خيتا وبرخشنا مكروزنا قوشت آسي تي ولاية قد إينا خدية قو قليمة أنا إينا مديانا برسوباية آون خدية لي إينا أخدا أمتا أخلان همزوما وخ لو خمزوما خ برسوبة وإن إن إيتن شت آسي ين إيتن قبة قد إنتينا خدية أمتي لقومة قو قليمة بد أمتا أنا همونة ون جارك بلطي لقامة ومضيقة ديا بتموينة خدية خادوتي مويلة اختي بلطيلة وورتيلة تلفزيون ما سمزمت بغزاية تلفزيون كل تشانالة رابنا ان ايد بغزايتون الى خيروتا قالوخون ان همون ببشامة من قتان لقر دقانوخون بول دقاية من سبب اخنا نهمزومة وخ بالتشقيط الغداء أمتا قد إلى مبريتا العراق بيانو تيلا بنيتو وإديم هاقوتو بيشش قلتا ومغدية قد إوا خدية إلتت باشامتا قد ليتون شاريرة من أمتا إيتون أخشي شاريرة قيانوخن قهنيانا برسوبايا انتي لقبة انتي لشت آسا انتي لبرسوبا بلاخل اخداي قيانو انا هموني ون امتن بولتت قائد يو اقليما ليلة غديتا واتن رابا نقص يرا ملوئة بتبيشي دريشي هم زي ما بديو بطيانو المنتا من دكتورة منى ياقو قد يولدانا قديا ورادغ زي بطيانو منتا منو قد قوب الصوبة جيهان يولي همزمتا ين او مملة قامت خد 15 دقيقة خدش بالزودة اتمجد ايوة مارت جرأة ومارت قيرة اتهم زملة قد مقيبتا هلا خبت خد مني خرزة بنيمة مغبة بتخزوق لخون دانات خينة وتفقيات خينة بملوء بريشة قد اين الصيرة بتهبوياتي زدقت امتن بوشون بشلامة